دعوة فصائل، فحماس ممكن أن يقوم الرئيس محمود عباس بدعوتها ودعوة الفصائل الأخرى، هو قرار من يحضر من أي جانب أي دولة يعود إلى القرار الرسمي في هذه الدولة، ولا يعود إلى من يريد أن يدعو خارج إطار الدولة. هذه من ناحية، ونحن ننظر إلى حماس باعتبارها جزء من النظام السياسي الفلسطيني، ويجب أن تكون مكونا من مكونات الديمقراطية الفلسطينية وليست بديلا عن النظام السياسي الفلسطيني. طب هل من حق الدولة المضيفة دكتورة حنان، الدولة المضيفة يعني الدوحة، إذا ما افترضنا أن هذه القمة تمت في الدوحة، أليس من حق الدوحة أن تدعو ما تشاء؟ لا، عادة الجامعة العربية هي التي تقوم بالدعوة، وهناك أسس وقواعد، وهناك يعني نظام داخلي لكيفية عقد القمم، لا نعيد اختراعها الآن ولا نريد أن نبدأ بتغييرها الآن تكريسا للانقسام أو لمصالح ضيقة. إذا كانت بالفعل هناك حاجة لقمة طارئة، أنا في رأيي الأساس الجوهر في القرار الآن هو ماذا يريد العرب من هذه القمة الطارئة أو من أي قمة أخرى. نعم. أو من يعني قمة الكويت هي قمة اقتصادية، وبالإمكان مناقشة الوضع السياسي أيضا ضمن هذه القمة، ولكن إذا كانت هناك قمة طارئة بعد 3 أسابيع من العدوان على غزة ومن القتل والدمار والمعاناة التي لا توصف، إذا كانت بالفعل قمة طارئة، هذا يعني خلق توقعات بأن هذه القمة الطارئة ستقوم بمعالجة الوضع بشكل حازم ومتدخل، وبشكل يعني يرسل رسالة واضحة بتغيير أساليب العمل ومنهجية العمل وأدوات العمل والبرنامج السياسي العربي. طيب. وإلا فلا حاجة لمثل هذه. طب أكثر شيء يا دكتور شفيق، يعني أنت تتابع أيضا ما تم، يعني كان هناك اجتماع مجلس الوزراء العرب، وكان هناك وفد عربي في إلى مجلس الأمن، وهناك قرار من مجلس الأمن ملزم، وكان هناك ضغط من الوفد العربي، الكل شهد به بشكل كبير، وربما حادثة كوشنير وغيره في القمة. ما الذي يمكن أن يحدث؟ يعني حتى لو افترضنا أن هناك 100 قمة، ما الذي يمكن أن يتخذ من قمة عربية في أخذ في الاعتبار فقط أن القمة هي تحيل إلى اتخاذ قرارات من مؤسسة الجامعة، يعني مؤسسة الجامعة هي التي تتخذ القرارات من توصيات وبيان الختامي لحضور الزعماء العرب، يعني ليست قمة قرارات فاعلة وإنما إحالة إلى قرارات. يعني كما هو واضح من حديث الأستاذ مجدي والدكتورة حنان أن القمة الأساسية هي التي ستعقد في الكويت، وأن الموضوع الجوهري هو المبادرة المصرية والتفاعل معها، وأن هناك قرار في مجلس الأمن ساهمت المملكة العربية السعودية وساهم وزير خارجيتها في إحقاقه بموقف جريء ومعروف وعلني. بالجوهر من واجب كل العرب أن يتضامنوا، وهذا ينطبق على الجميع في كافة دول مجلس التعاون من قطر إلى الكويت لإنجاح ما يمكن إنجاحه في القمة القادمة في الكويت، وزراء الخارجية والقمة المصغرة لصالح غزة. القضية الجوهرية هي كيف نصل لوقف إطلاق النار، كيف نصل إلى الانسحاب الإسرائيلي، وكيف يمكن أن يكون هناك إعادة نظر أيضا في وسائل المقاومة بعد أن تنتهي هذه الكارثة الإنسانية الراهنة، كيف نعيد النظر، لأن أقوى ما عند الإسرائيليين هو السلاح، وأقوى ما عند الفلسطينيين هو الحق والعدالة والموقف الصائب تجاه مشروع تحرير الأرض وبنائها. التحرير الأرض بمعنى العودة إلى مشروع الدولة الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين لهذا الأمر وبهذا الاتجاه. طيب. وإلا بقينا في مشكلة كبيرة. طيب. تعيد القضية الفلسطينية إلى الوراء. معي دقيقتين، دقيقة للسيد مجدي الدقاق ودقيقة للدكتورة حنان. سيد مجدي، ما الذي أقصى شيء يمكن أن يؤخذ في قمة من القمم؟ هل يعني هناك مطالبة بوقف الاتفاقات مع كامب ديفيد، إغلاق مكاتب التمثيل التجاري مثلا في الدوحة وغيرها؟ هل يمكن، يعني ما الذي يمكن أن يحدث لو اجتمعت قمة عربية؟ أنا لا أريد أن أحبط المواطن العربي أو المشاهد العربي، ولكن يعني حسب متابعتنا، يعني هناك فرق بين القرارات الشعبوية التي ترضي يعني المد الشعبي الذي لا يمكن أن يكون لا يقرأ الواقع جيدا، وهناك فرق بين أن تصدر قرارات ومواقف واضحة لدعم المجهود
أو الجهود الدبلوماسية والصمود الفلسطيني ولإنقاذ الشعب الفلسطيني. أنا أتصور أن أي قمة وخصوصا الكويت وزراء الخارجية عليهم أن يصدروا بيانا بدعم كل الجهود الدبلوماسية على رأسها المبادرة المصرية والدعوة إلى تحرير القرار الفلسطيني وخصوصا قيادات فلسطينية الخارج، لأن المواقف متناقضة وتفعيل قرار مجلس الأمن وتفعيل قرار مجلس الأمن. نعم، المبادرة المصرية جزء من قرار مجلس الأمن وهي الآلية الواضحة. دكتورة حنان، يعني أنا أطرح عليك الأمر مرة أخرى، هو ما الذي يمكن أن يتخذ يعني من 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 قرارات في ظل ما تعلميه من الوضع العربي وفي عجالة؟ يعني ما الذي يمكن هو مراجعة ما حدث بعد اتخاذ قرار مجلس الأمن والعودة إلى مجلس الأمن لطلب قرار آخر بموجب الفصل السابع بشكل واضح وصريح، بحيث تكون هناك عقوبات حقيقية على إسرائيل لعدم انصياعها لقرار مجلس الأمن. نريد الفصل السابع الآن حتى ولو قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقد الفيتو، وأيضا بالإمكان النظر في قضية يعني مثول إسرائيل وتقديم قضايا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية أو محكمة جرائم الحرب أو حتى في لطلب محكمة تريبيونال الخاصة بإسرائيل. هناك أيضا قضايا تتعلق بدعم الواقع الفلسطيني ودعم محاولات إعادة اللحمة للنظام السياسي الفلسطيني. شكرا دكتورة حنان عشراوي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من رام الله، والشكر موصول أيضا للدكتور شفيق الغبرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، ومن القاهرة السيد مجدي الدقاق عضو لجنة التثقيف السياسي في الحزب الوطني الحاكم ورئيس تحرير مجلة الهلال. ختام حلقة اليوم من بانوراما، للمزيد كالعادة يمكنكم مراجعة موقعنا العربية .net. بعد دقائق يلتقي بكم طاهر بركة في آخر ساعة. إلى اللقاء.